كيف يمكننا نكون ناجحين في الحياة ديالنا؟ كيف يمكننا نكون سعداء في الحياة ديالنا؟ كيف يمكننا نكون بالفعل كنشعر بالسلام الداخلي ولا بانتيريور ونوصلوا للأهداف ديالنا ونوصلوا للحاجات اللي كنتمنوها، الأشياء اللي بالفعل بغي نوصلوا لها وكنتمنوها من قلبنا؟ غالبا الناس كتوصلنا العكس للأشياء اللي كتمنها. السبب الرئيسي لهذه الأمور كاملة، أول شيء هو تعرف ذاتك. قد ما كنا كنعرفوا ذواتنا، وهذا الموضوع هذا مهم جدا، قد ما كنت كنعرف ذاتي، كنعرف شكون انا، كنعرف شنو الميول ديالي، التوجهات ديالي، نقاط الضعف ديالي، الاشياء اللي كنحبها، الاشياء اللي ما كنحبهاش، الاهداف ديالي، واهم شيء نعرف لا ميسيون دو في ديالي، نعرف الرساله ديالي في الحياه، بحال البصمه اللي عندك في يدك. كل انسان الله عز وجل جابو هذا الكون الا عنده واحد المهمه، عنده واحد الوظيفه، جاب شي يقدم شي حاجه، جاب شي باش يعطي شي حاجه، عنده يقدم، ما كاينش واحد زايد هنا في الارض. بقدر ما الانسان كان كيشتغل على ذاته، بقدر الانسان انه كان كيحاول قدر المستطاع يتصالح مع الهفوات ديالو والاخطاء ديالو، لان الطمه الكبرى اللي عندنا في العصر اللي حنا في الوقت اللي حنا في قرن 21 والوقت ديال الديجيتال والوقت ديال السوشيال ميديا، هو كل واحد كيبين اجمل واحسن ما عنده، فالناس كتتعامل مع ذاتها كانها الهه. حنا يا بشر عندنا اخطاء ديالنا، عندنا هفوات ديالنا. والغريب في الامر انا كنتلاقى مع اشخاص فرحانين براسهم كيقول لك جو سوي بيرفيكسيونيست، انا مثالي. بيرفيكسيونيست شي حاجه ما كايناش في علم النفس، شي حاجه ما كايناش، يعني قد ما تقبلتي لومانيتي ديالك، قد ما تقبلتي الادميه ديالك وتقبلتي الاخطاء ديالك، قد ما كتكون وصلتين هذا التصالح مع الذات. لان المشكل ديال التصالح مع الذات بشكل اساسي شنو هو؟ هو الشعور بالذنب، بالخطا، بالتانيب، نانب راسي طول الوقت، تو بليم يور سيلف اول ذا تايم، دائما كنانبوا راسنا ونبخوا راسنا. هذا هو المشكل اللي ما كيجعلش الانسان يكون في حاله ديال السلام الداخلي. كل انسان مجرد ما كيعرف لا ميسيون دو في ديالو، مجرد ما كيعرف ذاته، ما كيتصالح مع نفسه، ما كيتقبل الاخطاء ديالو، كيكون متسامح معها، قد ما كتكون الحياة بالفعل عندها معنى وعندها طعم وفيها واحد النوع ديال السلام والتصالح مع الذات، وطبعا فيها سعادة.